موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم الحلقه الرابعه والخامسه، والله العظيم نسيت، صدق ما كانت الرابعه فينا الخامسه من الصفر. الحلقه هذه راح نلعب سياره مختلفه عن الميرك. للامانه فكرت اني اشتري ديمونز لكن قلت ان عندنا بريك اوت، ليش ما نلعب فيها؟ راح نلعب في البريك اوت، يعني لعبنا بلوكتين، لعبنا بالفينك، لعبنا بالمي، لكن ما لعبنا بسيارة باقية عندنا اللي هي البريك اوت. راح نلعب فيها الحين، والله ما في اي لون كويس بس اوكي. بسم الله نخش على الون في ون. مثل ما عرفتوا اخر مرة جبنا اللي هو الدايموند 3، لكن الحين سيزن جديد لازم نلعب 10 مباريات، راح نشوف على حسب وش راح يصير معنا، ممكن نرفز وكنسل مقطع عادي. صدقون ما ادري اعداداتي وش هي وذا. اوه والله كنترولز بطيء، ايش رايكم اذا فزنا نعدل الكنترولز؟ هو دائما اصلا نعدل شيء، بس في نفس الوقت شوفوا كيف الكنترولز بطيء شوي. اوكي. حلوه. بس لمسه واحده، لا تتفلسف ابدا. الو؟ لا تلقلق ابدا. هاي العيد، هاي العيد، والله العظيم الاشياء اللي قاعد اسويها غبيه جدا لدرجه اني قاعد ارجع لورا. هذا كان دايموند فاتوقع انه قريب من ليفلي. لا يا شيخ. اوكي. الو. والله العظيم هذا غبي جدا. لا شكل في معدقين بالبدايه، حسيت انه بيصير زي كانك توك مسوي حساب جديد، بس لا دخلوني مع دايموند على طول، عارفين ليفلي يعني اللي قبل. لا ما اخذت بوست. جي جي والله يبلوك. البوست ليس كل شيء يا شباب، البوست ليس كل شيء. بسرعة بسرعة بسرعة، انزل 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 انزل. ايش فيها لفت زي كذا؟ ايش فيها لفت زي كذا؟ والله حرام، اقسم بالله حرام، لفت الكورة لفة غبية. حطينا هدف ان شاء الله. هدف. قهر والله العظيم، معليش بس هذا محظوظ. غباء غباء غباء، هذه غباء. اوكي مي بجاية، بس تيجي الحين غصب. قهرتني يا عيال، قهرتني. انا مفروض اني ما خاطر واطير وما ادري وش. لا خذ عنك البوستات، جيب هدف. ايزي بيزي ليمون سكويزي. يا رب كذا هدف بس، تعادل باذن الله انه يجي. ايوه ما توقعت يسويها والله. نايس نايس. الجيم الاول بقى في الفشل يعني. جي جي والله. طلعني والله اني دخلت مدرعم على البريك اوت، يعني ما تدربت عليها ولا شيء، بس يعني العيون الماخطه، يعني ما نتدرب عشان نوريكم المستوى هنا. لا صدها. يو 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 يو. يا ساتر. البوس ما طلع. جي جي. أو جابها حلو. لا اوكي نزل. هدف. لا مو بهدف بعد، بدو خرود بغصب. والله العظيم قهر ان ما تجي هدف. هذه ما فيها صح وكل شيء، بس البريك هاوس والله العظيم ما توتريها ترى. اخمر لعبت فيها متى؟ والله من زمان مره، من زمان مره. لا برا. الله قهر. والله شطفه ما لها داعي والله شطفه. اليوم نتبكبك كثير ان شكلنا. يعني انا حاطه من تحت فجاه صار اوكي. الحسبه اللي كانت في بالي ترى خربانه يعني. والله قام لكم تشطيف يا ساتر. والله ناشب له، بس بنفس الوقت اضيع هجمات غبيه. هدف. اوه توني اتكلم عن الهجمات. تثبيته خرافيه اسطوريه، شوف كيف تثبيته. يا ساتر يا ساتر، ان شاء الله عاد نفوز والله بحق، يعني لو نخسر خسرتين ورا بعض يا ساتر.
انا اسف، بوست ليس كل شيء، قلت لكم من زمان البوست ليس كل شيء، واستخدموا كود في اكسل وقت ليك اكسنج ولا ايتم شوب. كني تاخرت والله، كني تاخر، جبت ايت. اوكي خلينا ينفعني كود الايتم شوب وركت ليك اكسنج. لا والله بينفعني يعني. وات على بالي بوست كافي. والله العظيم كذب، اقسم بالله كذب. قدمت سيارته ما جاء شيء، حاولت اخذ بوست ما قدرت. 10 ثواني والله العظيم لو ما اجيب هدف، والله العظيم وقف اخطا، يمكن مو بقيت. شوفون الاكس هذا راهو السبب، والله العظيم دائما يسوي فيني كذا، قسم بالله. والله يشود معك بوست، الله ياخذ بيسك. على بالي ما معه بوست، والله على بالي ما معه بوست، كنت باخذ البوست اللي قدامه عشان ما يروح له. كانه رايح ياخذ البوست مخلي الكوره كانه. اشفى بعد قلي ما بداخله، والله العظيم. اها هدف. سويت انواع الكيكوفات ما ضبطت، ما ادري ايش الوضع، عشان كذا اكره ال1 في 1، اقسم بالله العظيم اكره ال1 في 1. ما ادري ايش سويت ذيس از 1 في 1. ايش رايك نقلبها 2 في 2؟ جد والله اتكلم ترى، انا تنرفز ال1 في 1 مره. انا تنرفز شكل ما لا يطاق، والله العظيم تنرفز شكل لا يطاق. اللي بيصير ان اي واحد احس انه ناشب نشبه قويه وزي كذا وتعبني بسوي فرفت وبدخل الجيم اللي بعده، اقسم بالله العظيم اتكلم جد. المقطع هذا انا اعتذر يعني، انا اعتذر انه ما في صبر. فهذا كان شامبين هدف بداخله، عارف حظي الحين تدخلين. الله قهرت. يلا اعطونا اعطونا واحد عكس ده اللي قبل شوي. ها اشوى انا بالي هدف بعد. ماي فولت والله العظيم، زي كذا هذا حظه، زي يحاول يطق الكره عشان تجي على المرمى بس تنعكس وتروح على المرمى. لا انا ما ادري قاعد اقول صراحه. الو شلون صد هذا؟ اوكي انا كنت ناوي اسوي فليب بس لم تزبط. يوه 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 يا ساتر فيك، والله بدون بوز. اوي ما توقعت اصلا اني تفيك، ما توقعت ابدا. اوكي قال ابوس ولا حظ، كانت تقول والله لا ادخل اصبر بس انت حاول مره ثانيه. يعني ما ادري ايش تسوي والله. حاول تصدم، حاول تصدم، ودي اقول لك ريت باس والله على محاوله الصدمه هذه بس ما في، لان بنلقى اخر شيء. اعرف نفسي انا امشي. I'm sorry about that but last game was junk dirty. شو والله العظيم حاولت اصدم، حاولت اسوي كل شيء برا. يجي والله العظيم يمثل معاناتي في الايام اللي راحت، اقسم بالله يمثل معاناتي. انا اسف بس والله ما اقدر اسوي شيء يعني، الايام اللي اشوف اني اقدر والله ما بكمل، الايام اللي لا والله بطلع صراحه. يعني البريك اوت اصلا ما تعودت عليها في الاير رول. دامنا فزنا خلونا نعدل هذا، خلي الو ترى هذا اللاج يجيني في كل بدايه جيم، بس اقول لكم يعني على حظ الجول كان لي تقريبا بس عاد ايش نسوي. الله العظيم حظ مخيس قسم بالله، يعني المفروض الاول ما اجيبها واصد او اجيب هدف لي بس ما ادري ايش صار. وراح يهتم بالبوز والحمد لله في اللحظه هذه انا قررت اني اجوت، الحمد لله يا ربي. بس لازم اسوي كذا واجيب هدف بكل بساطه يعني. يسوي فرفت والله دخلها في المرمى يعني كانت برا. انا اسف 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 على ذي اللقطه والله آسف. والله وان فون تتعب نفسيا ترى، والله جد تتعب نفسيا كانك تلعب تشامبيونز شيء زي كذا. وغلط اني اروح كذا بس يا الله.
الحمد لله اسحب الحمد لله كنت انشغلت شوي فجأة جاب هدفين ما ادري شلون والله ما اتوقع ان نقدر نخلص كل الخمسة جيم الباقية يعني طولنا في التسجيل على الخمسة جيم هذه البداية صح ان اثنين منهم فورفيت او اثنين ولا ثلاثة جيمين طبيعيين يعني حوالي نص ساعة هذه والله والله يا الكيكوف ايوه 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 نايس شوت ايش يا جاي سام اطلع بسرعة انا اسف زي ما قلت لكم اذا فرق مره في الاهداف على طول بطلع بس بساطه ببساطه روح على الجيم اللي بعده الو يا كذب الو شغل ان شاء الله نايس الحمد لله والله على بالي انه مو في المرمى قسم بالله انا دايخ ليش العب وانا دايخ حسيت انه بس حسيت كنت عند الزاوية فما اقدر انط ولا اقدر اسوي شيء الله ياخذ لعبك يا مريض وتسير خلي التسليم ينفعك اوكي باذن الله ما تفوز انت باذن الله لو يصير اللي يصير باذن الله علمك التوكسيك كيف يعني لقام اللي راح ساكت ومتحمل تجيني الحين او تصدم ما ادري ايش تسوي راح عند البوست انت بتسوي شيء جريت باث وات سيف توكسيك ما اللي شغل مقطع هذا برعايه التوكسيك خلوه يفوز قسم بالله في كلمه ودي اقولها لا 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 يقطع ام الغبنة والله العظيم ما عاد العب بعد هذا الجيم سواء فزت ولا خسرت والله ما العب فجأة الكورة جت كيف الزاوية فوق قدام قصدي اها هي شو اول مرة تصدف معي يا شيخ اهدافه قسم بالله سلكان والله العظيم بانفجر انا خلاص واتساب وشوفكم على خير مع السلامة ما في رانك اليوم ما طلع جاي الرانك